حالة من اللايقين تسود الولايات المتحدة مع بدء العد العكسي لمرحلة الاقتطاعات المالية الهائلة، وضع لا يشفع للأمريكيين الذين سيتأثرون بنتائجها القاسية. فالانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتفادي الأزمة لا يزال السمة البارزة داخل الكونغرس. آلاف الوظائف ستلغى نتيجة هذه الاقتطاعات، بالإضافة إلى التأثير الكبير الذي ستحدثه في عدد من البرامج الحكومية، لكن خطرها الأكبر سيكون جليا على وزارة الدفاع. النتائج المتوقعة لهذه الاقتطاعات ستؤدي لخفض الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ومناطق أخرى من العالم، بالإضافة إلى تسريح العديد من موظفي وزارة الدفاع. الإجماع الحاصل في الكونغرس وفي البيت الأبيض على ضرورة تفادي العمل بهذه الاقتطاعات ينهار عمليا على صخرة تمسك كل طرف بموقفه حيال طريقة تفاديها. فالجمهوريون يريدون خفض الإنفاق في عدد من البرامج الحكومية وفي مقدمتها مشروع الرعاية الصحية، أما الديمقراطيون فيشددون على أن الأولوية تكمن في فرض ضرائب على الطبقة الغنية التي تستفيد من الثغرات الموجودة في النظام الضريبي. الطبقة المتوسطة والفقيرة ستتأثران بشكل كبير نتيجة هذه الاقتطاعات. بين موقف الجمهوريين الرافض لزيادة الضرائب على الأغنياء وإصرار الديمقراطيين على فرضها، تبقى حالة اللايقين السياسية والاقتصادية سائدة في سماء العاصمة الأمريكية بانتظار اتفاق اللحظة الأخيرة لإنهاء ما تصفه الأوساط السياسية والإعلامية بالمهزلة السياسية الحاصلة. محمد الأحمد، واشنطن، سكاي نيوز عربية.